الرحيم. أهلا بيكم. وعدنا الليلة مع الشمس، ولا ينتهي الحديث عن الشمس، واللي بيتابعونا قطعا شافوا حلقات كثيرة عن الشمس من أيام العصر الأبيض والأسود، وأيضا في العصر الملون. لكن الشمس مجلد فلكي ضخم لا ينتهي الكلام فيه ولا ينتهي الجديد فيه. والشمس نجم متوسط. نعرف الآن أن هناك نجوم حجمها قد 1,000,000,000 شمس، أكتر من كده فيه على أطراف الكون وجدوا نجوم بتدي طاقة قد 100,000,000,000 شمس، يعني كل نجم منهم قد مجرة بحاله. فشمسنا بالنسبة لهذه الشموس العملاقة هي مجرد شمس متواضعة، ويسموها في الفلك قزم أصفر، يلو دوارف. والشمس على بعد 150,000,000 كيلو متر من الأرض، يعني حاجة كده بسرعة الضوء 8 دقايق. حجم الشمس 1,000,000 ضعف حجم الأرض، وعشر أضعاف حجم المشتري. جاذبيتها المغناطيسية 28 ضعف قد جاذبية الأرض. درجة حرارة باطن الشمس 15,000,000 درجة مئوية. انخفاض درجتين في حرارة الشمس معناها هنا على الأرض بداية عصر جليدي. للدرجة دي عشان نعيش لازم يبقى فرن الشمس مظبوط ومحكوم بالدرجة وبنص الدرجة. لازم يبقى راكب فيه ثرموستات، لانه اتضح انه لو الشمس درجة حرارتها وطيت درجتين معناها هنخش احنا هنا في الارض في عصر جليدي. فاذا كنا بنستمتع في الوف السنين اللي مضت بجو معتدل، فورا الحكاية دي عناية الهية ونظام محكم احتفظ بفرن الشمس في حالة اعتدال وانضباط عجيب، ما يخلش درجتين ولا درجة. ولولا جاذبية الشمس اللي هي ماسكة الأرض في الفضاء، كانت الأرض أفلتت وتاهت في الفضاء وفقدت جوها وحرارتها وماء. والشمس هي صانعة الطقس والرياح والمطر، وهي مصدر الطاقة التي يعيش عليها النبات والحيوان والإنسان. ولولا هذه الطاقة لما ولدنا من الأصل، ولا ما وجد أجدادنا اللقمة، ولا ما ولدوا هم كمان من الأصل. نعرف أيامنا وليالينا بشروق الشمس وغروبها، ونعرف سنوات عمرنا بعدد دورات الأرض حولها. وإحنا نفسنا مصنوعين من مادة الشمس ومن عناصر الشمس. تلك هي الشمس ملهمة الشعر والنغم. يا ترى إيه حقيقة الشمس؟ حقيقة الشمس إنها فقاعة كبيرة من الإدروجين، فهي مجرد غاز إدروجين. لا نرى من هذه الفقاعة إلا سطحها اللي بنسميه فوتوسفير، أما الباطن فمختفي. وباطن الشمس عبارة عن غليان ذري، وتصل فيه درجة الحرارة إلى مستويات بشعة 15,000,000 درجة مئوية. يعني الذرات ما تبقاش ذرات، تتفك كل حاجة، تتفك 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 لغاية ما نوصل
للبلازما او المكونات الاصليه بتاع الذره، ودي كمان تتفك تبقى مجرد تموجات وحزم من الطاقه في وسط الشمس في قلب الشمس ما تلاقيش حاجه، فتفيد ذرات حزم من الطاقه تموجات مندفعه يمين وشمال في كل اتجاه بسرعه مجنونه في محاوله انها تفلت من قبضه الجاذبيه. عشان هذه الفتفوته او حزمه الطاقه اللي في قلب الشمس ما تفلت وتطلع توصل للسطح بتحتاج لرحله 100,000 سنه. ما يصلنا من اشعه الشمس 1 على 1,000,000,000 من الاشعاع الكلي، 1 على 1,000,000,000 يعني ده ولا حاجه، نظر يسير جدا. وبعض ما يصلنا منظور وبعضه خفي غير منظور. الجزء المنظور هو النور الابيض، والاطياف الغير منظوره هي امواج اللاسلكي والرادار والاشعه الكونيه فوق البنفسجيه اشعه اكس تحت الحمراء. من القسط اليسير الضئيل اللي بيوصلنا من الطيف المنظور اللي هو النور الابيض اللي بيوصل من هذا القسط اليسير القليل اللي هو 1 على 1,000,000,000 من الاشعاع الكلي، من هذا القدر اليسير بنقدر نعرف اخبار كامله وتوصيف كامل لكيمياء الشمس وطبيعتها وسرعتها وحرارتها وتركيبها. ازاي؟ بناخد هذا النور الابيض ونمشيه في المنشور الزجاجي ونحلله الى 7 ألوان الطيف. مجرد ما نبص لخريطه الطيف نقدر نقرا تكوين الشمس. ليه؟ لان كل عنصر من عناصر الشمس بيترك اثر، خطوط معينه على شريط الطيف. فنبص للشريط نقول اهو الخط ده عنصر هيدروجين، الخط ده اكسجين، الخط ده حديد، نحاس، كالسيوم، بوتاسيوم. بذلك نقدر نعرف تكوين الشمس وجميع عناصرها الكيماويه. مش بس بنعرف التركيب الكيماوي والعناصر، ده احنا بنعرف حراره الشمس وسرعتها. نعرف من ايه بقى؟ نعرف من انحراف خطوط العناصر دي، بيسموها absorption bands او خطوط الامتصاص، خطوط سودة كده بتبقى على الطيف. نشوف من درجة انحراف هذه الخطوط وبعدها عن الطيف الاحمر او العكس، بنقدر نعرف من انحراف هذه الخطوط بنقدر نعرف حرارة الشمس وسرعة الشمس. فأكن هذا القسط البسيط من النور الأبيض اللي بيوصلنا هو رسالة محطوطة في مظروف ومكتوب جواها كل أسرار الشمس وكل أخبارها. الأطياف الخفية الغير منظورة اللي بتوصلنا اللي هي أمواج الرادار واللاسلكي وأشعة الكونية وإكس وفوق بنفسجي وتحت الأحمر، معظم هذه الأطياف وهذه الأمواج ضار وقاتل زي الأشعة الكونية وفوق البنفسجي وأشعة إكس. لكن بلطف إلهي ربنا بيحفظنا من هذا الإشعاع القاتل ويحفظ السماء. ربنا جعل السماء سقف محفوظ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فأكن في آيات هنا في الحتة دي في حفظ السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هي فعلا الآية دي صادقة حرفيا، لأن السماء عبارة عن سقف محفوظ. ومحفوظ إزاي؟ عن طريق طبقات الجو العليا. طبقات الجو العليا اتعرف أخيرا إنها متأينة، وإن الأرض متحوطة بغلاف متأين اللي هو الأيونوسفير واللي فيه أحزمة فان ألين المعروفة. هذا الغلاف المتأين بيمنع وصول الإشعاعات القاتلة دي. إزاي؟ بأنه يمتصها، يمتص إكس ويمتص الأشعة الكونية ويمتص الفوق البنفسجية، ما بيفلتش منه إلا نظر يسير جدا غير ضار. أيضا السماء سقف محفوظ بطريقة أخرى اللي هي أعمدة المجال المغناطيسي.
لما تيجي إشاعات ضارة من الشمس ورياح شمسية محملة بشلالات من الإلكترونات أثناء الانفجارات الشمسية، اللي بيحصل إن المجال المغناطيسي الأرض يحرف هذه الرياح الشمسية على الجنبين، فما تصبش في جونا وتضيعنا. لكن في نوعين من الحفظ، عن طريق غلاف متأين أيونوسفير، وعن طريق أعمدة المجال وخطوط المجال الجذبي اللي حوالين الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أيضا لوحظ إن يبدو على وجه الشمس بين حين وآخر بقع بقع. الحكاية دي لوحظت من أكثر من 300 سنة، ولاحظها جاليليو وكتب في مذكراته ورسم هذه البقع الشمسية ولاحظ حركتها حول وجه الشمس. إيه هي البقع الشمسية أو الكلف الشمسي؟ البقع الشمسية هي فجوات في سطح الشمس، وفجوات بتبلغ من الضخامة إنها ممكن تبلع الأرض ومعاها كمان كوكبين ثلاثة. هذه الفجوات درجة حرارتها أبرد من سطح الشمس، وهي في حقيقتها عبارة عن مجالات مغناطيسية قوية جدا، ولوحظ أنها بتتحرك على وجه الشمس. ويستنتجوا من الحساب ومن حركتها على وجه الشمس إن الشمس بتدور حوالين نفسها بسرعة دورة كاملة كل 27 يوم. ولاحظوا أن سرعة دوران الشمس عند خط الاستواء الشمسي طبعا أضعاف سرعة حركتها عند القطبين. البقع الكلف الشمسي أيضا في 250 سنة الأخيرة لاحظوا أن هي كل 11 سنة بتيجي سلسلة بقع شمسية تظهر وبعدين ترجع تختفي، وبعد 11 سنة تانيين تيجي موجات أخرى من الكلف الشمسي. كل 11 سنة تيجي هذه الموجات من البقع أو الكلف على وجه الشمس. ثم لاحظوا أيضا أن في فترات نشاط الكلف الشمسي بتحصل هنا على الأرض زوابع وأعاصير واضطرابات في الطقس واضطرابات عقلية عند الناس، يعني تزيد حالات الجنون والهستيريا والتوتر النفسي. ودايما الحروب بتحصل في فترات نشاط الكلف الشمسي. السبب هو الانفجارات الشمسية، لأنها بتصاحب الكلف انفجارات شمسية. إيه بقى الانفجارات الشمسية؟ الانفجارات الشمسية هي عبارة عن طاقة مغناطيسية هائلة بتطلع من الشمس. هذه الطاقة وهي منفجرة بتتحول لحرارة، وهذه الطاقة من العظم، بحيث ان لما بتتحول لحرارة بتبقى نار على طول، فبتبقى ألسنة من النيران طلع من حواف الشمس طول اللسان الواحد أطول من المسافة بين الأرض والقمر، وأحيانا بيوصل طول اللسان الناري نص مليون كيلومتر. وأحيانا الانفجارات الشمسية بتوصل أحجام كبيرة، النيران دي في حدها الأدنى بتبقى حجم الأرض، كل شرارة قد كل انفجار ناري حجمه قد الأرض، وممكن يوصل من الكبر لدرجة أن يبقى الانفجار نفسه قد الشمس، تطلع كتلة نار قد الشمس من انفجار واحد. قد كده الطاقة المغناطيسية هائلة. طبعا الانفجارات النارية دي بتعمل تسخين وكهرباء للغازات اللي حوالين الشمس، تتكهرب الغازات وتسخن لدرجات خرافية، لدرجة ان كل ذراتها تتفك وتتحول الى فتافيت والى شلالات من الالكترونات. تنصب هذه الشلالات في الفضاء مرتحلة إلى الأرض وإلى الكواكب فيما يسمى بالرياح الشمسية أو سولار ويند، فبتنزل شلالات من الإلكترونات وفتافيت الذرات جاية من الشمس بسرعة هائلة، بتوصل الأرض بلطف إلهي عن طريق المجال الجذبي، تنحرف يحرف الشلالات دي على اليمين وعلى الشمال كده. ولكن لأنها شلالات هائلة ولها ضغط فبتفعص المجال نفسه،
مجال نفسه يتمط بالضغط بتاع الشلالات الإلكترونية اللي جاية من الشمس، بتمط المجال ويبقى له ديل، وعند الديل تبتدي الرياح الإلكترونية دي تلتقي بطبقات الجو العليا وتعمل تأين وتعمل توهجات في القطبين بيسموها أورورا. بتبقى أنوار فسفورية غريبة أو جميلة أوي، وهي في واقع الأمر عواصف مغناطيسية سببها التحام الرياح الشمسية اللي هي شلالات من الإلكترونات بجزيئات الهواء الجوي في الطبقات العليا. لكن شفنا طبعا الحفظ الإلهي بفضل المجال المغناطيسي الأرضي بيحرف الشلالات دي على الجنبين، فما تبانش إلا فين عند الديل بتاع المجال يبتدي يتأثر على طبقات الجو العليا. لولا الحكاية دي كانت تثبت على الأرض وقتلت كل أصناف الحياة الموجودة فيها. الانفجارات الشمسية دي لما بتحصل قلنا بيصاحبها شلالات ورياح شمسية عبارة عن شلالات من الإلكترونات، لما بتوصل الأرض بتقطع خطوط الاتصال السلكية والتلفزيونية والتليكس يعطل، وفي نفس الوقت بتعمل زوابع وأعاصير واضطرابات في عقول الناس، وعشان كده أصبح رصد وتتبع البقع الشمسية والكلف مسألة مهمة جدا. دلوقتي كل دولة في مراكز مراقبة وفي أقمار صناعية بتطلع وتبلغ، وبعدين يحصل مداولات واتصالات بين كل المراكز المراقبة ويقولوا ظهر كلف في الحتة الفلانية حجمه كذا قوته كذا انفجار شمسي سجلناه، يكلموا بعض كل مراكز المراقبة، لأن ده أصبحت مسألة مرتبطة بالتنبؤات بالطقس، مسألة مهمة قوي حكاية رصد الشمس. سنة 1974 أمريكا بعتت أول قمر صناعي يدور حوالين الشمس اللي هو هيليوس، القمر هيليوس ده بيدور مرة كل 6 أشهر وبيبعت تفاصيل عن كل الانفجارات الشمسية اللي بتحصل. وبعد كده أمريكا بعتت السكاي لاب، ده حاجة خرافية، السكاي لاب ده اللي هو المعمل الفضائي، حاجة قد المجمع ألقوا بها في الفضاء ومعها رواد فضاء وعلماء وكمبيوترات وتلسكوبات ومكن وحاجات خرافية، والرواد عاشوا فيها 9 أشهر في الفضاء في منطقة انعدام الوزن، قاعدين يرصدوا ويشوفوا ويسجلوا ويعملوا، وصوروا الشمس بالإكس راي كاميرا وشافوا تفاصيل التفاصيل اللي بتحصل الكلف، وسجلوا أكبر انفجار شمسي كتبوا يميها إن لحظة واحدة بس من الطاقة اللي بتنصب من الانفجار ده هو أكتر من كل ما أنتج الإنسان من طاقة من أول آدم لغاية دلوقتي، من أول ما ولع الشمع لغاية ما فجر القنابل الهيدروجينية. لحظة واحدة بس من هذا الانفجار رمت طاقة خارج الشمس أكتر من كل ما صنع الإنسان في لحظة، فما بال بقى الانفجار كله عمل قد إيه. طبعا ممكن تصوير الشمس بتصوير عادي، وفي تصوير اكس راي كاميرا والترا فايوليت كاميرا وانفراريد كاميرا، كل ده عشان في كل طريقه بتوري تفاصيل جديده عن شكل وجه الشمس وعن الكلف والبقع والمجالات المغناطيسيه والانفجارات والسنه اللهب اللي بتبقى طالعه من حواف الشمس. هو السؤال ايه حكاية الشمس وايه تاريخها وايه مولدها وايه نهايتها، ده ايضا سؤال اخر. والشمس الفلكيين بيقولوا انها اتولدت من 5000 مليون سنة، وهي الان تمر بالشباب ثم تبلغ الشيخوخة بعد 5000 سنة اخرى. الشمس ولدت زي كافة ما ولد الكواكب والأقمار والنجوم بنفس الطريقة من تكثف الدخان السديمي. التكثف في الوسط عمل شمس، وعلى الأطراف عمل كواكب. فالتكثف المركزي فضل ينكمش على نفسه ويتضاغط بالجاذبية، بالتالي ترتفع درجة حرارته،
فضلت ترتفع كل ما الجاذبية تضغط وينكمش أكتر يتخلص أكتر، تضغط ترتفع أكتر لغاية ما وصلت درجة الحرارة إلى 10 مليون درجة مئوية. ولما وصلت لعشرة مليون درجة مئوية ابتدى يحصل تدامج في ذرات الهيدروجين، ثم سلسلة من القنابل الهيدروجينية في جوف الشمس أدت إلى هذا الاشتعال النجمي وإلى الشمس بشكلها الحالي. الشمس بشكلها الحالي عبارة عن سلسلة قنابل هيدروجينية نتيجة الحرارة العالية والضغط في باطن الشمس. الهيدروجين بيتدامج ويتحول لهيليوم ويدي فرق طاقة هي اللي بتوصلنا على شكل إشعاعات وانفجارات متتالية بس منضبطة منضبطة ومحكومة، ودي المعجزة اللي فيه. بيقولوا ان الحكاية دي لها حدود، لان الهيدروجين او وقود الهيدروجين شوي شوي عمال يتحول لهيليوم، وده وقود محدود. وقدروا الشمس وما ترسله من اشعاعات في الساعة بكذا مليون مليون رطل، يعني ده حاجة بالوزن، يعني بتستهلك الشمس، بتستهلك الهيدروجين، بيستهلك بتحول لهيليوم. والفرق بيوصلنا على شكل نور، فيحصل استنفاد في مادة الشمس شوية شوية. فبيقولوا ان بعد 5000 مليون سنة تانيين هتبتدي الحطب الموجود اللي بيتحرق ده اللي هو الهيدروجين يقل. لما يبتدي يقل يحصل ايه؟ يبتدي اللي يبتدي تقل تنخفض درجة الحرارة، يقل التمدد. لما يقل التمدد يزيد كفة الجاذبية. لما تزيد كفة في عاملين ضد بعض، جاذبية تشد النجم لجوه، الحرارة عمالة تفركش النجم وعاوزة تمدده لبره، الاثنين متوازنين. فلما تبتدي الحرارة تقل نتيجة الحطب اللي بيتحرق خلاص هيستنفد، تبتدي كفة الجاذبية تغلب، فيبتدي النجم يبتدي ينكمش. لما يبتدي ينكمش الجاذبية فظيعة، أكبر طاقة، فبيرتفع درجة حرارته لدرجات مهولة، فيبتدي يتحرق نوع تاني من الحطب اللي هو الهيليوم، فيتفك هو الآخر ويبتدي يتركب ويعمل قنابل هيليومية بقى، حاجات بقى درجة مستوى من الانفجار فظيع، فتتمدد الشمس فجأة تتحول إلى ما يسموه ريد جاينت أو العملاق الأحمر. فدي أول مظاهر الشيخوخة، إنها تنفجر وتتمدد تتحول إلى عملاق أحمر، ويبلغ من تمددها إنها تبلع جميع الكواكب وتحرقها كلها تقضي عليه. بعد كده يجي مرحلة استنفاد وقود الهيليوم، فتبتدي الشمس تنكمش فجأة، وانكماش في المرة دي بيبقى انكماش هائل، وما يفضلش منها إلا قزم أبيض صغير في النص، وعلى الأطراف عبارة عن غازات متأججة وركام من بقايا الشمس، ويبتدي القزم الأبيض الصغير اللي فاضل يبرد شوية شوية لغاية ما يختفي في الفضاء السحيق. فإذا فاضل إن شاء الله في عمر الشمس 5000 مليون سنة، ده في تقدير الفلكيين قبل ما تبلغ الشيخوخة، والحمد لله مش هنحصل الحكاية دي. أظن كفاية مقدمة ونبتدي نخش ونتفرج، يعني حاجة أحسن من الكلام بقى نشوف الحاجات دي في الفيلم. الشمس هي مصدر الدفء، وإذا انخفضت، شوف لما تنخفض درجتين يبتدي عصر جليدي على طول، انخفاض درجتين في حرارة الشمس يبتدي عصر جليدي فورا. شوفوا الانفجارات الشمسية شكلها ايه، شوفوا طالعة ازاي، شوفوا لسان الله هيبدأ طوله قد ايه. طاقة اللي طالعة من الشمس هي اللي بنعيش احنا عليها، احنا والنباتات والحيوانات، ونغني ونكتب الشعر، نتفسح في الربيع، كل ده طالع من أمنا الشمس. المناظر الجميلة الشاعرية والدفء والنور المؤنس هو الشمس. النبات بألوانه بياخد الطاقة من الشمس بالتمثيل الكلوروفيلي، يدينا كل المنتجات والثمار الجميلة يعيش عليها الحيوان، واحنا نعيش على الحيوان، سلسلة بتعيش بعضها على بعض، وبدون الشمس ما كانش ممكن توجد حياة. كل الثمار الحلوة
والفواكه بكافة مذاقتها اللي بيعيش عليها الحيوان والإنسان كلها من فضل اللي تفضل بيه ربنا عن طريق الشمس. وهي صانعة الطقس والرياح والمطر. يعني الرياح بتيجي من فرق السخن والبارد. وبأي علسة ممكن تركز أشعة الشمس وتشعل أي شيء. فهي الحل الباقي لأزمة الطاقة. وفي المكسيك فرن شمسي بيصهروا بيه المعادن. ونعرف دلوقتي الطاقة الشمسية بيعملوا منها ايه. شوفوا بيصهروا المعادن في فرن المكسيك الشمسي. كل دي وسائل تدفئة شمسية استغلال الطاقة الشمسية. بعد دلوقتي مادة الجرايد من قديم الشمس عبدت. فرعنا عبدوا رع إله الشمس وعبدوا آتون. الشمس ولدت من سحابة من الدخان السديمي. هذه السحابة تكثفت. التكثف المركزي هو اللي هيطلع منه الشمس، وعلى الأطراف التكثفات الصغيرة هيطلع منها الكواكب. التكثف المركزي فضل يتضاغط وينكمش بالجاذبية، وكل ما ينكمش أكثر ترتفع درجة حرارته أكثر لغاية ما ابتدى يتوهج. وبعدين ترتفع درجة حرارته لغاية ما وصلت 10 مليون. لما وصلت 10 مليون ابتدى يشتعل الفرن الذري وتدامج الهيدروجين وطلع منه هيليوم، وحصل النجم اللامع المتألق اللي احنا شايفينه، اللي هو عبارة عن سلسلة من الانفجارات الهيدروجينية في باطن الشمس. لكن سلسلة منضبطة، انها لو زادت شوية عن اللازم او قلت شوية عن اللازم نضيع. هنا مثلا في الشيخوخة بتاعة الشمس تمدد وتهلك كل الكواكب اللي حواليها لبعد 5000 مليون سنة، وبعدين ترجع تنكمش فتبقى قزم أبيض. هذا القزم الأبيض يبرد شيئا فشيئا ويتحول إلى جسم مظلم ويختفي. ذلك هو تاريخ الشمس ومستقبله. دي مجموعة الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس. زي ما قلنا الشمس هي اللي صنعت لنا حياتنا بشكلها اللي احنا شايفينه. اللي بيدور حول الشمس 9 كواكب، أقربهم عطارد. عطارد يبان كأنه حسنة كده أو شامة، النقطة السوداء دي هي دي عطارد. ويلي عطارد الزهرة ثم الأرض. الشمس في الكسوف يبدو منها التاج والهالة الشمسية. والكسوف ظاهرة ملحوظة عند في التاريخ، وكان البدائيين لهم المسلمين يعرفوا صلاة الكسوف. صلاة الكسوف معروفة في دين المسلمين. الكسوف الشمسي سبب دخول القمر وإخفاء وجه الشمس، يبقى بين الأرض والشمس فيغطي الشمس، يفضل يدوبك الحرف فتبان.
بتبقى لحظة مهمة أو لحظة الكسوف الشمسي، لأن بيقدروا يعرفوا التاج والهالة بوضوح. هنا بين الهالة الشمسية. ده أول مراصد القديمة للشمس كانوا بيتبعوا نفس الأسلوب، يعكسوا الشمس عن طريق المرايا على شاشة بنفس الطريقة اللي بنعملها دلوقتي. المرصد الشمسي بيعكسه الشمس عن طريق المرايا، وبعدين يمشوها اللي هو الشعاع المنعكس بيمشوه في قناية طولها 150 متر، والشعاع المنعكس هيمشي في القناية دي. يمشي في القناية دي لغاية ما يوصل لشاشة. ويقف بقى الراصد الفلكي قدام الشاشة دي لابس نظارة سودة ويتأمل تفاصيل وجه الشمس. زمان برضو كانوا بيتبعوا إلى حد ما نفس الطريق. نيوتن اكتشف حكاية انكسار الضوء في المنشور وتحليله إلى الألوان الطيف السبعة. وإحنا أخيرا اكتشفنا إن في خريطة الطيف في خطوط اللي شايفينها دي السودة دي اسمها خطوط الامتصاص. كل عنصر من عناصر الشمس يترك أثر عبارة عن خط معلوم في الطيف. نبص للطيف ونقول ده خط هيدروجين، ده خط حديد، ده خط بوتاسيوم بالشكل ده. فأصبح الطيف رسالة أخبار نعرف منها تكوين الشمس الكيماوي حرارتها. أهو ده مثلا خط هيدروجين، ده خط الهيدروجين، وهكذا. كل عنصر بيسيب أثر في الطيف بنقدر نبص ونقرا ونعرف ده ايه. ومن انحراف ده سطح الشمس اللي بيسموه الفوتوسفير، زي ما احنا شايفين دلوقتي مصورينها بالاكس راي كاميرا وشايفين الفجوات دي. هذه الفجوات هي الكلف الشمسي او البقع الشمسية. ده تصوير بالاكس راي كاميرا. الشمس قلنا ان لها سطح هو الفوتوسفير. قلب الشمس عبارة عن فوضى من الامواج وغليان فتفيد ذرات عمالة تندفع في كل اتجاه وحزم من الامواج. درجة الحرارة 15 مليون مئوية. عشان اي حزمة امواج تفلت من قلب الشمس للسطح بتحتاج الى 100,000 سنة في هذه الرحلة لتفلت من قبضة الجاذبية المركزية. بيوصلنا من الشمس طيف منظور اللي هو النور، وأطياف غير منظورة اللي هي اللاسلكي والرادار وفوق بنفسجي وتحت الأحمر وأشعة كونية. ولكن زي ما قلنا في الطبقات الجو العليا بتحجب عنا وتمنع وصول الأشعة الضارة، فلا يصل منها إلا نظر يسير غير ضار. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أشعة جاية تتفرز وهي جاية عن طريق طبقات الجو العليا، ما يوصلناش منها إلا المفيد، والضار يحجب أكثره. شوفوا هنا الرصد الفلكي بيستعمل نظارة سودة حتى عشان يشوف ظل الشمس أو انعكاسها على الشاشة، يعني حتى عشان يشوفها على شاشة يستعمل نظارة سودة. فما بالي يبص بقى، ما فيش حد يبص للشمس أبدا، عينه تتصفى على طول. ده جاليليو، وده أول واحد لاحظ البقع الشمسية ورسمها وسجل حركتها. هنا الرصد الفلكي هيبص هيلاقي سطح الشمس بالصورة دي. دي الفجوة دي هي دي أي دي الكلف الشمسي. زي ما قلنا دي تساع أرض ومعاها كوكبين كمان، ممكن تبلع أرض بحالها.
الكلف في حالة حركة مستمرة على وجه الشمس، ومن حركة الكلف عرفنا سرعة دوران الشمس حوالين نفسها مرة كل 27 يوم، حركتها عند المدار الاستوائي أسرع من القطبين طبعا بحكم الكروية. الشمس وهي بتلف دي بقى الانفجارات الشمسية. شوف الانفجار أصغر ما يكون هيكون قد الأرض، ممكن يبقى بحجم الشمس. الانفجار الواحد يدي نار قد الشمس، وألسنة من النيران توصل للمسافة طولا، يعني طولها قد المسافة بين الأرض والقمر، وجايز توصل لنص مليون كيلومتر. شوفوا هنا النيران محكومة بالمجال المغناطيسي ازاي، تطلع وترجع. شوف النيران طالعة ورجع تاني، شوف طالعة وبعدين بعد تطلع تلف وترجع محكومة بالمجال. ان في النهاية ما هي النيران دي كلها طاقة مغناطيسية تحولت الى حرارة. قلنا ان هذه الانفجارات بتعمل بتكهرب الغازات، وبسبب الحرارة الشديدة بتفك ذراتها وتحولها إلى شلال من فتافيت الذرات والإلكترونات. ده اللي بيسموه الرياح الشمسية، جاي من الشمس وبفضل ربنا بالمجال المغناطيسي. شوف المجال المغناطيسي حرف عمل انحراف للرياح الشمسية. الرياح الشمسية جاية هجمة على الأرض، المجال المغناطيسي راح حرفها يمين وشمال، لكن بحكم ضغط الرياح الشمسية عمل مطة المجال نفسه، اتمط مجال الارض اتمط، فبقى له ديل. هنشوف له ديل. عند الديل بقى بيبتدي الرياح الشمسية تقابل الطبقات العليا من الجو وتعمل التوهجات الجميلة دي اللي بيسموها الأورورا نتيجة تأين الجزيئات الغاز. ده القمر الصناعي هو بيلف دلوقتي. احنا قلنا في سلسلة اقمار، واحد منهم هيليوس اللي بيلف حوالين الشمس، واقمار اخرى بتراقب وتسجل كل حاجة عن الكلف الشمسي. كل مراكز المراقبة تتصل مع بعضها وتبلغ بعض، حصل عندنا انفجار شمسي شفتوه حجمه كذا قوته كذا، لان ده مسألة مرتبطة بالطقس وتقلباته. جزء كبير من تنبؤات الطقس مرتبط بدراسة الكلف الشمسي، عدد الفجوات وعدد البقع حجمها وكذا، وتسجيل الانفجارات أول بأول. ده سنة 1974 أمريكا بعتت القمر هيليوس عشان يلف حوالين الشمس، كل 6 أشهر يلف حوالين الشمس مرة. هو اللي جوه ده ويبعت لنا أول بأول أخبار عن نشاط الشمس. بعد كده أمريكا بعتت السكاي لاب، الخرافة التكنولوجية العجيبة، معمل كامل. شوفوا ده أهو، ده السكاي لاب، حاجة قد عمارة المجمع مرتين كده، حدفوها في الفضاء وفضلت تلف في الفضاء 9 أشهر، وحاليها طائم كامل من العلماء والمكانات والتلسكوبات. 9 أشهر العلماء دول عايشين في منطقة في ميدان الوزن، عمالين يصوروا الشمس بالإكس راي كاميرا، وخدوا لقطة عجيبة هنشوفها دلوقتي لأكبر انفجار شمسي.
شوف ده، دي صورة بالإكس راي كاميرا، شوفوا الانفجار قد ايه، شيء رهيب. يقولوا لك لحظة واحدة بس من هذا الانفجار رمت طاقة قد اكتر من كل ما انتج الانسان من ايام ما ولع شمع لغاية ما حرق وفجر جميع القنابل الهيدروجينية اللي احنا نعرفها، شيء رهيب. شوفوا الفجوة قد ايه، واللهب اللي طالع قد ايه، يعني لما تقيس بحسب حجم الشمس تلاقي ده حاجة، شيء خرافي يعني. الشمس 150 مليون كيلومتر، 15 مليون درجة حرارة الباطن، مليون ضعف قد الأرض، 10 أضعاف قد المشتري، 28 ضعف قد جاذبية الأرض. تلك هي الشمس، ملهمة الشعر والنغم وصاحبة النور المؤنس الجميل. ولا ينتهي في الشمس كلام، قطعا بعد اللي شفتوه من حكاية مستقبل الشمس وبعد 5000 مليون سنة ازاي ان هي هتوصل الشيخوخة بعدين تنفجر وتتمدد لدرجة انها تبلع كل الكواكب وتحرقها، وبعد كده تستنفد كل ما فيها من وقود فتنكمش انكماش نهائي وتتحول الى قزم ابيض يبرد ويتلاشى في الظلمة شيئا فشيئا. قطعا ان التساؤلات اللي عند المشاهدين، يعني ايه يوم القيامة ده بالنسبة للفلكيين؟ يوم القيامة لا يمكن هيكون هو مجرد شيخوخة الشمس او انفجارها او كده، لأن دي ما هي حاجة بتحصل دوريا، الفلكيين بيشوفوها في السماء يقول لك النجم الفلاني انفجر وبيسجلوه ويصوروا، ما قامتش قيامة ولا حاجة. القيامة معناها أكبر بكتير من انفجار نجم واحد، لأن اللي بيحصل في الفلك الأعظم اللي احنا عايشين فيه ده إن بين وقت وآخر نجم ينفجر ويبلغ الشيخوخة وينكمش وينتهي، وفي نفس الوقت نجم يتولد في حتة تانية، في نجم بيشيخ ونجم بيشب ويكبر لسه مولود امبارح، وهكذا دواليك في عمارة الكون كله. في نجوم ممكن تموت بالسكتة زي ما قلنا، النجوم الضخمة جدا ساعة ما بتنكمش بالجاذبية، الجاذبية بتقضي عليها وتحولها إلى لا شيء وتبقى مجرد ثقب. ففي أنواع من الموت للنجوم مختلفة في العمارة الكونية، لكن جنب إلى جنب مع موت نجم من النجوم في ميلاد نجم آخر. إنما القيامة معناها أكبر من كده بكتير، مش حكاية نجم بيجراله كذا يشيب أو يشيف أو ينتهي، لا، ده القيامة معناها تتكربس العمارة كلها على بعضها، تتهد خلاص. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما قالش سماء واحدة، ده قال السماوات، فما بالك ان كل اللي شايفينه ده سماء واحدة، لان هي وصف السماء الدنيا بانها زينا السماء الدنيا بمصابيح، فكل الحاجات المزينة اللي هي مصابيح ونجوم خاصة بالسماء الدنيا، فيبقى يوم القيامة أكتر من انهيار حتى دي بس، ده لازم كل السماوات. قال والسماوات مطويات بيمين، السماوات كلها،
فإيه ده؟ عمارة الوجود كلها تتهد بقى، مش حكاية نجم يصاب بشيخوخة أو يموت بالسكتة أو لا. احنا قلنا إن في نجم بيموت وجنبه نجم بيتولد، فدي ما هياش القيامة. القيامة زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفها في القرآن هي القيامة هي انهدام عمارة السماوات كلها، تتربى السماوات مطويات بيمينه. وقال برضو ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. المن في السماوات يعني حيهلك ويصعق، مش اللي في السماء الدنيا، من في السماوات كلها. يبقى إذن كلمة القيامة بالمعنى القرآني كلمة شاملة لانهدام عمارة الكون، العمارة كلها، مش حكاية مجموعة شمسية ولا نجم بيموت ولا نجم بيشيخ، لا، ده العمارة الكونية بتتهد، ومش سماء واحدة، ده السماوات مطويات بيمين. ففلكيا يعني في أحد من نوعين من الفهم لعمارة الكون. الحكاية اللي حكينا عنها في حلقة سابقة اللي هي ازاي الكون بدأ بانفجار قبضة من المادة المكثفة والمركزة فوق التصور، سميناها قبضة السر، ما لقيناش حتى اسم نسميها به. انفجرت هذه القبضة وانتشرت ونشأ عنها بعد ملايين السنين سحب الدخان اللي تكثفت في ما نرى من كواكب وأقمار ونجوم ومجرات، لكن ما زال صوت الانفجار موجود، وما زال فعل الانفجار قائم، وهو ايه؟ تمدد كل ده. يعني ما زالت العمارة عمالة، عمارة الكون كلها في حالة تمدد كده 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 بفعل الانفجار الأول. لاحظوا حكاية تمدد الكون. فالعلماء بين أحد فهمين، نوعين من الفهم للنهاية. في نظرية يقول لك إن هيظل هذا التمدد مستمر لغاية ما يستهلك قوة الانفجار ويستنفد قوة الانفجار الأول، وبالسعادة تبتدي بقى قوة الجاذبية تنفرد، فكله يرجع تاني، يرجع تاني كله ويتربس ويتحول لقبضة واحدة. فأحد تصور الفلكيين للنهاية العمارة الكونية إن بعد مدى معين من الزمن حيستنفد قوة الانفجار وتكف المجموعات كلها عن أنها تتمدد وتبعد عن بعضها، ويبتدي تنفرد بها قوة الجاذبية في المركز، فتروح كله متربس تاني ويتحول لقبضة. وبعد كده يقول لك القبضة دي يجي لها الأمر فتنفجر مرة تانية، وهكذا يفضل الكون بين قبض وبسط، وفي كل مرة ربنا يعيد تشكيله كما يشاء. دي أحد تصورات الفلكيين. في تصور آخر إن المسألة هتظل كده، المجموعات المجرات والنجوم تتباعد بالشكل ده بقوة الانفجار لغاية ما تيجي في لحظة تفلت من قبضة الجاذبية المركزية وتتوه في الفضاء السحيق. تمام، زي ما يكون بترمي صاروخ بقوة معينة، فإذا وصلت لدرجة بعد وقوة معينة عن الأرض ممكن يفلت الصاروخ من الجاذبية الأرضية ويروح طالع من الجاذبية الأرضية خالص، ما يبقاش لها سلطان عليه، والسعادة حيتوه بقى في الفضاء إلا إذا نجم تاني جذبه. فهي دي بيقولوا برضو أحد النهايات المحتملة، إن كل المجاميع النجمية والمجرات تفضل تبتعد عن بعضها لغاية ما تيجي في لحظة ما تبقى من البعد بحيث انها تخرج من مجال قوة الجاذبية المركزية بالمرة والتوه. فده احد التصورات للفلكيين. اصبح لهم نوعين من الفهم للنهاية، يا اما العمارة هتتكربس بانفراد الجاذبية بكل الاجرام دي فتتكربس على بعضها وتتلم قبضة واحدة، يا اما هتتفركش نتيجة ان هي كل الوحدات دي هتبقى تخرج من مرمى الجاذبية اطلاقا. يا ترى ايه الشكل من دول اللي ممكن نتصور ان هو ده القيامة؟
ما نقدرش نحكم، لأن في آيات بتقول وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت مثلا، فدي معناها انتثار يعني جايز يفهم منها إنها. وفي آيات أخرى عن السماء واللي بيجرى لها، إذا السماء كشطت مثلا، كشط السماوات دي يمكن يفهم نتيجة اقتراب أي ما تتكربس العمارة الكونية ويبتدي جرم سماوي كبير يقرب من الأرض، ممكن ياخد يشد الجو بتاعها ويندلق كل مياه المحيطات فجأة، أو تفرغ المحيطات من والبحار من ميتها وينفجر كل الإطار الجوي ده يجذب للنجم التاني اللي جه قرب، ففجأة تتعرص الأرض عن جوها وعن مياهها وتنفجر قيعان البحار ويحصل زلازل ويحصل نار تطلع من بطن الأرض. كل ده ممكن يتفهم بأن العمارة الكونية التي تتكربس ويقرب نجم أو تقرب مجرة أكثر من اللازم، فتبتدي تمارس فعل الجذب على جو الأرض وعلى بحار الأرض وإلى آخره. لكن أنا في تقديري أن أنا بفهم القيامة على أنها فعل مشيئة، ما هوش مرتبط بالأسباب، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يموت واحد بسبب وممكن يموته من غير سبب. يعني في نوعين من المشيئة، مشيئة ممكن نفهمها بأسباب زي الأمراض وزي الحاجات دي كلها، بيبقى فيه سبب ولما نعالج السبب يخف المرض بالشكل ده، هذه كلها ليه مشيئة إلهية مرتبطة بأسباب، وربنا بيدينا مفاتيح نفهم بها الأسباب ونعالج أمراض مثلا. لكن في فعل إلهي مش مرتبط بأي سبب، هو فعل خارق من الأول كده، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، دي عملية دي ما لتفهمش بالأسباب ولا حاجة، إنما ده فعل مشيئة خارق، خلق كل القوانين وخلق كل الأسباب. وزي ما قلنا ممكن الموت يبقى بسبب مفهوم ويمكن يبقى من غير سبب. فأنا بأفهم القيامة على إنها فعل من أفعال المشيئة اللي ما تعتمدش على أسباب مفهومة إحنا نفهمها، ده فعل مشيئة صرف، ممكن يبقى فعل خارق لجميع الأسباب، وبدليل أن في حاجات في يوم الأيام مش ممكن تتفسر فلكيا ولا تتفهم فلكيا خالص، زي ما مثلا لما يقول وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ده معناها الملك حيبقى على رجاء السماوات والعرش الإلهي محمول يحمله ثمانية، فدي حاجات ما نفهمهاش خالص في الفلك دي، الفلك ده ما يقدرش يفهم حاجة عن العرش، ما يقدرش يفهم عن حملة العرش ثمانية يحملون العرش الإلهي، سبحان الله ده حاجات فوق علمنا خالص، لا فلك يفهمها ولا أي علمي له في مدخل ولا قدم في هذه المسائل. فمشاهد القيامة ليست كلها مما يدخل في باب الفهم الفلكي، بل أنا في تقديري مشاهد القيامة وفعل القيامة ذاته هو مشيئة إلهية خارقة ما تعتمدش على أي سبب مفهوم، وعشان كده هي بيد الله يقدرها في الوقت اللي ما تقدرش تتنبأ، لأنك أنت لو تنبأت بالحساب المعلوم فبالحساب المعلوم الشمس لسه فضل لها 5000 مليون سنة، ده مدى فظيع جدا، بينما القرآن صريح يقول لك واقتربت الساعة، يعني أو اقترب الناس حسابهم أو اقتربت الساعة وانشق القمر، وآيات كثيرة عن قرب الساعة. فمعنى قرب الساعة يعني معناها اللي فاضل من عمر البشرية أقل من اللي فات، فعمر البشرية على أوسع التقديرات وأوسع الفروض 3 مليون سنة، يبقى إذن اللي فاضل لازم يكون أقل من كده، لأن القرآن صريح عن قرب الساعة، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب الناس حسابهم إلى آخره. فمعنى القرب كده معناها اللي فاضل من عمر البشرية أقل من اللي فات،
فاللي فات على أوسع التقديرات 3 مليون سنة، يبقى اللي جاي أقل. إنما الفلكيين قدروا 5000 مليون سنة عشان فلكيا يبتدي شفوخة الشمس وانفجارها. فإذا المسألة القيامة هنا مش حكاية، مش قيامة فلكية بالمعنى الفلكي، لا، ده قيامة لقية مشيئة اللي خلق العالم والعمارة يهدها وخلاص. يعني مسألة خلق بكون فيكون، وبرضو قضاء كن فيكون، كلمح البصر. أحسن شيء بدل ما الإنسان يفكر في كيفيات القيامة، أحسن من كده 1000 مرة إنه يحسب حسابها ويبتدي من دلوقتي يعيش حياة المعروف والعمل الصالح والنشاط الخير والنفع لنفسه والنفع للآخرين. تلك هي الاستعداد الحقيقي ليوم القيامة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.